برحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور. الحقيقة موضوع الشهرة بقى قدامه كده علامات استفهام كتيرة في الفترة الأخيرة، لأنك بقيت تفتح الابليكيشنز أو المنصات بتاعة السوشيال ميديا تستغرب من فيديوهات كتير جدا بتتفرج عليها غريبة، وأحيانا يعني إن صح أقول عليها أنها مريبة، مقابل أن الشخص ده هو عاوز يبقى مشهور. أعمل إيه عشان أبقى مشهور؟ مش مهم، هعمل أي حاجة، هتنطط فوق السرير، هطبخ معرفش فين، هلبس ايه، هقلع ايه، يعني بصوا مفيش داعي ان انا اقول كلام كلنا عارفينه، لكن اهم حاجة في الفيديو ده مهما عملت جواه الريتش بتاعه ايه، جاب كام لايك، اتعمل له كام شير، امشي في الشارع الناس تشاور عليا، هيتبعت لي ايه هدايا، مين هيعزمني على ايه، وهسافر فين. ده بقى ملخص او النتيجة اللي انا عايزة اوصل لها بأي تمن. تعالوا النهاردة نشوف الشهرة اللي بعض الناس بتسميها ان انا عندي طموح، لكن حقيقة تفسير الطموح الصحي الإيجابي هي ايه، وازاي لو واحد عنده هوس وصل لهوس الشهرة يهدى كده على نفسه ويشوف ازاي ممكن يكون مشهور، بس بطريقة هو قدم حاجة للمجتمع وللناس، حاجة مفيدة حتى على الأقل يتشهر عليها الناس تفتكروا بيها مش تشتموا عليها. يعني بيساعدنا وشرفنا جدا دكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية، وصباح الفل يا دكتور. صباحك هو دايما بيبقى جميل، يعني منور الدنيا كلها، وبنسعد جدا بوجود حضرتك معانا دكتور طارق. وانا كمان بكون سعيد بيك. اهلا بيك. حاولت الخص حال كلنا بنشوفه دلوقتي، عندك حق. يعني بجد وبقت حاجه تزعل، يعني مقابل ايه الواحد بيهين من نفسه، بيقلل من نفسه، بينشر ثقافه وفكر وما بقاش ما تسماش ثقافه، يعني حاجات للاجيال الجديده بتبوظهم. ايه اللي وصلنا لكده في الاول؟ والله هو في حاجتين. الحاجه الاولى ان في حاجه اسمها دلوقتي صانع محتوى. فصانع المحتوى تبقى انت مستعجباله قوي، لانك يعني ايه صانع محتوى؟ حتى الاسم مش واضح. فلما تيجي تسالي اصحابه فيقول لك اصل انا بنزل فكره، بنزل ستوري، بعمل بوست، فده مش محتوى، ده شكل من اشكال الاشاره الموضوع، الاشاره لحكايه، عمر ده ما كان محتوى. يعني لو انت جيتي قلتي انا شربت قهوه الصبح النهارده، فقال لك ده صانع محتوى، ده مش محتوى، ده انت بتشير الى شيء انت عملته صباحا. ايه اللي حضرتك استفدته لما انا قلت لك بشرب قهوه؟ ما انا كمان بشرب عادي، بس انا ايه الفرق اللي بيني وبينه؟ ان انا ما قلتش وهو قال. قلت صح. خدت بالك ازاي؟ طيب. يبقى اذا الحكايه بدات من هنا. بدات ان احنا بدا ما يبقاش عندنا مفهوم القيمه. صحيح. ما يعني ما عدناش بنتكلم عن الحاجه القيمه، بقينا بنتكلم عن الحاجه اللي فيها كده ايه نوع من الافكار السطحيه، الخبر التيكاوي اللي بتاخديه وانت ماشيه كده في سكتك. ان احنا زمان كنا نجيب الجورنال لما كان الجيل بتاعنا عشان يقرا عمود، عشان يقرا مقاله، ما ايه، وكان بنهتم وكنا بنديه لبعض. صح. ما هو ده محتوى. لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي لا. وعايز اقول لك انا بقى اشير يعني الى ان في بعض الجهات الاعلاميه بتقوم متكلمه مع صاحب المحتوى البسيط السطحي ده وتستضيفه. اشكرك، ده مش بس بتستضيفه، دي بتعينه. ما هي دي بتبقى مشكله كبيره حضرتك. عشان يقدم المحتوى اللي هو مش محتوى. اللي مش محتوى. للناس برضه. وكاننا بالظبط بنشجع السطحيه. بالظبط. طيب. هل انت خدت بالك يا هبه بقى ان الحاجه لما تكون قيمه ما بتعملش نوع من المشاهدات؟ صح جدا. ولا بيبقى فيها لايكات كتير. وتعالي على الحاجات التافهه فتلاقيها بتنتشر. ومش عايز اقول ده امتداد لبعض الاغاني بتوع الناس بتوع الايه المهرجانات، هم كمان عارفين ان هم لا هم فنانين ولا هم بيقدموا شيء جيد. صح. الا نسبه بسيطه الترند. هي دي. زمان كان في واحد اسمه ماسلو، فعمل مدرج اسمه مدرج ماسلو، كنا بندرسه للولاد في الجامعه. كان أول نقطة فيه في المثلث ده إنك تشبعي أهم حاجة اللي هي احتياجاتك الأساسية. فيبقى معاكي شغلانة، يبقى في مرتب بتاخديه وتقدري تشتري حاجاتك. وكان بتطلعي على 4 5 نقط في المثلث، فتيجي تلاقي آخر حاجة فوق إنك تهتمي بذاتك وتحتيها تحققي مكانة. بس إمتى بقى؟ بعد ما أنت أشبعتي حاجاتك، وبعد ما حققتي الأمان ليكي ولمجتمعك، وبعد ما بقى عندك انتماء لقضية أو لموضوع. فأنا حققت المكانة بعد ما عملت الانتماء ده.
بس ده هياخد، معلش ده هياخد وقت وهياخد مجهود، وانا ما عنديش خلق وطاقه. هي دي بقى، معلش. تعالي بقى بعد اذنك خدي المكانه اللي كانت رقم 4 في المثلث، نزليها تحت في الاحتياجات الاساسيه، والغي بقى اللي قالوا ماسلو. فبعنا كده انه لسه الولد لسه ما بقاش عظمه نشف، لسه ما كونش ثقافة أو فلسفة في الحياة، لكن لقى أن في ناس بتشتهي وفي ناس بيجي لها فلوس من خلال النوافذ الإلكترونية، فلماذا لا أفعل مثلهم؟ فبقى المكسب السهل، فبقى التواصل السهل. وعلى فكرة اللي بيبقى بيبني حاجة على نوع من أنواع الرمال، أي موجة هتيجي تطيح بيه، فالمسألة مسألة وقت. الناس بتشوف أو دلوقتي اللي بيتصدر من خلال السوشيال ميديا بيقعدوا يصوروا بعد المكاسب اللي جات لي، اللي هو الاسد والمعرفش ايه اللي هو ده يساوي كام والحاجات اللي هي، ونعمل التشالنج على الابلكيشن. في الاخر اصل انا اشتريت الفيلا اللي في دبي وفرشتها معرفش منين، وفرحي كان على البحر فين، وقضيت شهر العسل فين. فالكلام ده كله خلى الاحلام والطموحات بتاعه الشباب عليت قوي. وانا ليه ما بقاش كده؟ طبعا لما تتكلم معاهم حضرتك هتلمس لهم العذر بالنسبة لأن أنا بشرح لك احتياجي أو أنا نفسي طبعا. بس ما عنديش وسيلة أحقق بيها ده. عندك حق. فالنهاردة من خلال واستثمر وجود حضرتك معايا النهاردة إزاي أنا يبقى عندي طموح، فأنا إنسان طموح جدا، وفي نفس الوقت أبنيه على مش على الرمل بالزبط. على صخر، فما فيش حاجة توقع. جميل أوي الكلام اللي أنت قلتيه يا هبة. أهم حاجة في أي طموح في الدنيا إنه يلاقي حقل خصب فيقدر إنه هو يستوعبه. تمام. حصل حاجة اسمحي لي أفكرك بيها. ويمكن ده أكيد أنت كنت مثلا تعرفيه من زمان. كان عندنا واحد مكتشف في النجوم بتوع كرة القدم، كان اسمه الحاج عبد البقال، ده اسم شهرته. كان ده بيكتشف الناس منين؟ كان بيمشي في الشوارع والأزقة الضيقة اللي فيها شباب بيلعب الكرة بتاعت زمان، السفنج اللي بيعملوها بدبار كده. لا مش الكور، ما عندهمش فلوس يعملوا كده. وكان يقف بعيد ومن غير ما هم يحسوا بيه، وهو لابس لبس عادي جدا محدش يعرفه، وفي نفس الوقت يشوف اللعيب اللي هو كويس ان هو كان بيلعب زمان. فبقى كده يقول له تعالى يا ابني انت بتلعب فين؟ قال له انا بلعب مع اصحابي هنا. يقوم ياخد ميعاد وياخده من ايده ويقنع ابوه وامه ويبذل مجهود كبير قوي وياخده نادي من النوادي بتاعتنا الكبار. ابص الاقي ايه؟ حد هناك استوعب فكره الحاج عبده، فخده يدربه، فخده واهتم بيه، فاصبح نجم. يبقى نبدأ بالحقل الخصب الأول. هل بقى عندنا اكتشاف نجوم؟ هل بقى عندنا الاستعداد يا هبة إن لما أشوفك بتجيدي أقوم بعد ما يخلص الهوا أقوم أسقف لك؟ فتيجي تقولي له أنا متشكرة، ما أنا بطلع كل يوم. بس أنت النهاردة كنت يعني كنت سوبر. ده بيبقى بوش. لما بتيجي تخرجي من الاستوديو بقى بتحسي كده بتوازن نفسي مع نفسك، فتشتغلي على نفسك أكتر. إذا الحقل الخصب ما بقاش فيه اكتشاف للنجوم وما بقاش فيه دعم معنوي للنجم. محتاجة أحس إن أنا متشاف ومتقدر. ومش بس كده، والحكاية مش حكاية مجاملة بقى. ولا تشجيع كده إيه فارغ، إنما أنت عملتي حاجة كويسة وأنا خدت بالي. فأقوم أقول لك حلوة الكلمة اللي أنت قلتيها. وتوجيه، يعني حاجة هتقول لي إيه طب بس ناقص لو عملتي كذا الموضوع هيفرق معاكي كتير. هو ده الكلام. أدي نقطة. يبقى أول حاجة لازم يبقى فيه حقل خصب. اتنين، وناشد المجتمع أن يهتم جدا بالعائد المادي كلما أمكنه لأي نشاط يعمله الشباب. الشباب دلوقتي بيشتغلوا بمبالغ بتبقى ضئيلة، فمع الوقت يقعدوا يكلموا بعض يقول لك مش مكملين، احنا مش عارفين نكمل حياتنا بسبب التضخم. فده معناه ايه؟ يبحث عن ابواب بقى تانية يكمل بيها. قولي طب كويس انه بيبحث عن حاجة في السوشيال ميديا، ما بيعملش حاجة غلط، لكنه في نفس الوقت هو بيعرض شخصيته انها تكون سطحية بسبب المقابل المادي. ولو اتضرب ما هو برضه السوشيال ميديا طالع نازل، يعني مع نفس الناس اللي بتكافئني بكره تقوم عليا. او هينسوه اذا كان في فنانين عملوا اسامي واعمال عظيمه وجاء عليهم وقت وما بقاش حد فاكرهم. حدش بيدور عليهم. هو ده الموضوع. رقم ثلاثه بقى، وده مهم قوي. اشتغل على نفسه ويرفع من ثقافته. المجتمع بطل يقرا يا هبه. وبطل يبقى عندهم الاستعداد يثقفوا نفسهم. وساعات اقعد مع مجموعه شباب حضرتك الاقي كله كلام هزار، ما حدش بيقول حاجه لها قيمه. اجي اسال مثلا اقول لهم ايه رايكم في القضيه الفلانيه اللي كانوا بيتكلموا فيها؟ يقول لك يا راجل بقى كبر دماغك، احنا ما عندناش وقت للكلام ده. طب احكي لنا انت شايف ايه؟ يعني كان كده الاب لما كان بيحكي لاولاده فكانوا بيكتفوا بالحكي لكن ما كانوش بيهتموا
بمضمون الحكاية. عشان كده احنا لازم نشتغل على نفسنا ونشتغل على الجيل الجديد. وحضرتك يا هبة أشارتي في موضوع مهم قبل أنا مدخل، التدخين في حد ذاته والناس اللي هي مشيت ورا ده في سن مبكرة ده بسبب الفراغ، مش بسبب انهم عايزين يقلدوا، يعني احساسه ان حياته ما فيهاش حاجة هو بيحاول يشغلها. عشان كده لما الأب والأم بيكونوا مالوا حياة أولادهم بأهم حاجة هي ما يسمى بالقدوة، القيمة. فأنا غرست القيمة جوه ابني، فمع الوقت بيجي يحكي لي بيقول لي أنا شفت كذا. وفي نفس الوقت لو بدأ يغلط في حاجة بسبب مراهقته ما جيش أضغط عليه وأقول له إيه أنت غلطت أنت إزاي تعمل كده، فلما بعنفه هو كمان بيسوق فيها. يبقى أنا لازم يبقى عندي منظومة متكاملة، يبقى البيت فاهم إن لازم الولاد دول ما يجروش ورا الأوهام. اتنين، يبقى ما عنديش مدرس زي اللي انت اشرتي اليه في اخبارك الصبح، يبقى هو بيكسب من الهوى على حاجات ما اعتقدش انها بتفيد حد على قوي. على حساب مين؟ ما انا لسه بقول ابنك هيستفاد ايه في وسط قاعد في ملعب العدد ده في ملعب ده. احنا لما كنا بنعمل درس فيه 10 كنا بنتخانق مع المدرس نقول له انت جايب 10 ولاد ليه؟ ما حدش هيستفيد. واحنا بنشتكي من الفصل 40 و50، ده اللي انا بتكلم فيه. ما الفصل بالزبط. بشتكي منه هستفاد من كام؟ 4000. بالظبط يعني. بالظبط كده. طب انا عايز اقول لحضرتك، هو في مجموعه من الشباب الفتره اللي فاتت كانوا عاملين شويه فيديوهات كده على التيك توك بيفكروا الناس كنوستالجيا لزمان، الاغاني كانت عامله ازاي، الافراح كانت عامله ازاي، لمه الصحاب لما بيخرجوا فصاروا عند الناس حته الناس حباها. ايوه خلاص. ولما حاجة تقعد تفكر الولاد دي لما اتخرجت من الجامعه اشتغلوا ايه؟ اجتهدوا ازاي؟ اي واحد كان صوته حلو كان بيدور على ملحن قاعد على الكافيتيريا دي بيسمع يقول له طب اسمع صوتي بس. طب انا معايا الكلام انا بكتب، طب شوفها يمكن تاخدها فيديها لمطرب مشهور. انا اقصد الفرص كانت يمكن متاحه اكتر من دلوقتي. أيوة. كنا بنستضيف الشباب الجمال بتوع البرشا اللي اخذوا جايزه العين الذهبيه. لولا ان في حد شافهم في القريه بتاعتهم بيعملوا مسرح الشارع ما كانش صوتهم ولا اللي هم بيعملوه ما كانش حد خد باله. دي ممكن تبقى رساله شباب كتير هتسال حضرتك النهارده. ودي نقطة انا مهمة. عاوز حد، انا عندي حاجات بس مش لاقي حد يوصلني. صحيح. اخبط على فين واروح فين؟ حلها لي يا دكتور طارق. وده كمان نقطه مهمه جدا. عشان كده احنا لازم من دلوقتي بقى بنوجه رساله من خلال حضرتك ان المؤسسات الثقافيه بتاعتنا تقوم تعمل لنفسها صفحه او تعمل موقع. تخيلي مثلا ان وزيره الثقافه تعلن او وزير الثقافه عندنا صفحه لوزاره الثقافه بتتكلم عن الادباء والكتاب، نزلوا لنا ده وهنبعت نسمعكم ونطبع لكم لو في كتاب كويس او قصيده حلوه انتوا كتبتوها. دي البدايه. مش مسابقه لكن صفحه بس كده. المسابقه بتبقى مثلا مره كل فتره. لا مش مسابقه. دي صفحه. والصفحه فيها ناس تقعد داخل الوزاره دي يبقى عندهم اجهزه الكمبيوتر ودي شغلانتهم من الصبح لغايه ما يمشوا. ويا سلام لو في ورديه تانية كمان مسائيه. وماله احنا موظفين عددنا مش قليل في هذه الاماكن وفي نفس الوقت يستقبلوا كل ابداع. لكن المره دي بقى مش انا هاخده واقول متشكرين قوي انك بعت لنا، لا تعالى بقى نناقشك، تعالى نكافئك بأهم مكافأة إننا نقول لك إن في شاعر شافها اديناه لقصصي اديناه الأديب. هو ده الكلام المهم. إحنا ما بنكتشفش حضرتك المواهب لمجرد التشجيع، لما إحنا بنقيم الكلمة إحنا بنقيم الصوت. زمان كانت الإذاعة المصرية بتعمل إيه؟ كانوا بيجيبوا لجنة 5 6 قاعدين يسمعوا الصوت الإذاعي اللي هيطلع قدام الميكروفون ويشوفوا كل حاجة حلوة فيه ويقوموا كاتبينها ولو في حاجة بينبهوا أصحابها. وعلشان كده في إعلاميات كتيرة زي حضرتك كده إزاي بقى ليهم مكانة؟ لأنهم استغلوا أحلى حاجة فيهم. إحنا عندنا موطن للقوة اكتشفناه بس لقينا اللي يستوعبه. طيب اللي يقيم بقى ما يقيمش بالهوى لكن يقيم مهنيا، أهو ده بقى الجانب اللي الشباب يسألوا عليه. هو أنا لو رحت أقيم نفسي هما هيقيموا كل الناس ولا هيقيموا المحظوظين أصحاب الوساطة أو اللي الناس اللي هم هيوصلوهم أو أصحاب الشكل الجميل أو اللبس يعني في مقاييس كده لو اتحطت قبل الموهبة وقبل الكفاءة هخسر حتى. لكنها كمان بتكمل مهمة بتكمل بس هحط إن أنا شخص موهوب أو عندي خبرة فيه طبعاً. وبكمل ده بإني هروح مستعد بقى في باقي النقط اللي أنا بقولها. أحسنتي. بدليل إن في فنانين سوبر صحيح. شكلهم مش جميل لكن بسبب شخصيته وخفة دمه شخصيته صح. عشان كده خدي بالك مين بقى اللي يقدر يقيم الشخصية يا هبة؟ أنا دايما أقول الجملة دي، هو الشخص اللي يبقى سليم نفسيا اللي ما عندوش مشكلة يقدر يقيم شخصية اللي قدامه.
إنما اوعي تسألي حد عنده مشكلة واقع في مشكلة مع نفسه مش متصالح معاه، هتبص تلاقيه خد الجانب السلبي ونسي كل ما هو إيجابي فيك، فبدأ يهاجم من غير سبب. عشان كده أنا دايما كنت أقول الجملة دي، ما تسألش بني آدم زيك رأيه فيك إيه، لكن لازم يكون مهنيا هذا الرأي، لازم تكون متأكد أنه كشخصية ما عندوش حاجة مزعجة في حياته فتقدري تاخدي منه الرأي الصحيح. ساعات الأب يشخط في ابنه لأنه عمل حاجة هايفة، بينما لو عمل حاجة كبيرة ممكن ما يتنبه لهاش، فنقدر نعرف أنه هو عنده دائما غضب جواه من كل حاجة، فما بيعرفش ينشئ الصغيرين، ما بيعرفش يتكلم معاهم أصلا، يبقى لازم ساعتها الأم تلعب دور الإيه؟ تستكمل بيه. لازم المدرس اللي كان في المدرسة ما يكونش بيقول ألفاظ سيئة أو بيدخن قدام الولاد أحيانا، يبقى ده معناه إن أنا مش هعلمهم العادات السيئة. هي المنظومة متكاملة ولا في حلقة وقعت مننا يا هبة؟ ما هي دي قصة بالظبط كده، حلقات وقع منين، فتظل الشهرة طول عمرها بتكمل اللي هي الحلقة الناقصة عند كل واحد. أنا محدش شايفني، أنا محدش واخد باله مني. طب السؤال بقى، لو الشاب ده اللي هو عمال يهتم بالحاجات على السوشيال ميديا لقى شغل، والشغل ده له عائد مادي مناسب، أنا بأكد لك إن الصفحات بتاعته دي هتتقفل، وإنه ما عندوش وقته ليها، لأنه دي تبقى بالنسبة له هتبقى شيء هايف، هيبقى ده لما أبقى فاضي أبقى أبعت واتس، من باب الترفيه عن نفسه شوية، لكن ما تبقاش أساسي اليوم من أول ما فتح عينه. هي لو أساسي يبقى أنا فعلا عندي محتوى. يعني أنا بشوف ناس موهوبين جدا ما لقوش متنفس ليهم من حاجة، فبنت هي غنت على التيك توك وأبدعت وقالت حاجات يمكن وصلت من خلال أنها قالت حد يسمعني، أنا مش بهزر، مش طالع أقول حاجة، حد بيعلم حاجات هاند ميد، فابتدت توري الناس هعمل إيه، فعشان أنا عايز تفتح مشروع، فتبتدي ده يبعت لها وده يبعت لها. أقصد من خلال تيك توك أو من خلال الفيسبوك أو اليوتيوب اعمل حاجة خاصة، اعمل حاجة مفيدة. طيب أنا عايزة أرجع لورا شوية كده، من اللي هي فكرة إن أنا أصلا أقول لولادي يعني إيه كلمة طموح، فهو لما هيكبر يبقى عارف يعني إيه طموح، لأن في ناس تقول حاجة أنا مش عارف أنا عايز إيه بالظبط كده، مش عارف انا رايح فين. حلو الكلام اللي انت بتقوله، بس انا ما اعرفش، انا السؤال الاشهر لما بيبقى اي انترفيو، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ محدش بيعرف يجاوبه خالص، مش انا مش عارف الا واحد بس جاوب اجابه. قال ايه بقى دكتور؟ قالوا عايز اقعد مكانك بعد 5 سنين للمدير اللي سال. طب الاجابه دي صح ولا غلط؟ وفصلوا من قبل ما يشتغل. ما تتقالش ومش متوقتها. عشان كده السؤال ده مهم على فكره. طب حضرتك قول لنا يعني ده هنتسأله وهنتسأله. ايوه زي انت عايز تاخد عندنا كام؟ وانا دايما انبه في السي في لما حد يقابل حد ما يقولش السؤال ده، لان انا لما اشتغل في مؤسسه حضرتك انا بشتغل بايه؟ باللوائح بتاعتها. انا مش جايب معايا لائحه خاصه بيا، يعني كده كده انت مش هتديني اللي انا هكتبه، لا يمكن. ايوه فلما باجي اسال اللي ساله السؤال ده اللي هو بيقابل الناس، انت بتساله السؤال ده ليه؟ يقول لي عايز اشوف السقف بتاعه، عايز اشوف الطموح ولا تقديره لنفسه. حتى لو كان كده التقدير عمره ما كان مادي، خدي بالك بقى التقدير المادي انا خاف قوي من اللي يقول، ما هو واحد ممكن يقول انا عايز 50,000 جنيه، لكن لما سألته أسئلة شديدة التخصص في شغله لقيته ما يستحقش 5,000 جنيه، مش 50,000 جنيه. ما انت بالناس بتسيبها فاضية صح؟ ما هو بس في ناس بتكتبها ساعات. لا بتكلم انا لو انا فكرت بمنطق، لا انا ما ينفعش اجاوب على السؤال ده فسبتها فاضية، بيقول لا في حاجة لازم تجاوب عليها دي. او هو يقول له كده بقى، يقول له انا جاي علشان ابقى جزء من لوائح شركة وسيستم، انا جزء من السيستم بتاعكو. حلو الرد ده، هو ده الكلام. طب اشوف نفسي فين بعد 5 سنين اجاوب عليها ازاي؟ اني انا اكون ناجح في أداء المهمة اللي تقول لي عليها، وكل سنة تقدم خطوة. يبقى أنا كده تقدمت 5 خطوات. الخمس خطوات دول ممكن يبقوا 100% في الأداء بعد كده، كأن كل سنة بزداد 20%. يعني ما جيبش حلم الطيارة الخاصة والفيلا وأحطهم بعد 5 سنين وأقوله عايز أبقى. مشكلة الإعلام هنا برضو يا هبة، إنه كانت كل دراما رمضان اللي فات أو حتى المسلسلات الناس كلها ساكنة في فيلا لحضرتك، الظاهر إن الشقق اتلغت خلاص، الفكرة دي بقت أولد فاشن، كل الناس عايشة في فيلات للأسف. يعني ده اللي بيخلي الشباب هو عايز فكرة إني أوصل بشكل سريع، أكسب بشكل سريع. عندك حق للأسف يعني. طيب أرجع مع حضرتك لفكرة البداية بتاعت إن أنا أعلم ولادي إنه يبقى عنده طموح، ده من الأول. هو مش فاهم يعني إيه طموح في الأول، طبعًا أبتدي معاه إزاي؟ يبقى لازم يفهم يعني إيه الطموح. الطموح معناه إنك أنت اكتشفت نفسك وعرفت قدراتك وبدأت تعتز بيها، فبدأت تبني مستقبلك عليها.
لكن الطموح بلا اكتشاف الذات يبقى شكل من أشكال الهرج. يعني إيه؟ إحنا بنهرج، إحنا بنضحك على بعض، هو بيعمل أي حاجة في أي وقت، ومن النوع اللي بيتنقل من نشاط لنشاط، المسافة بينهم قد تكون أيام، يعني ممكن يشتغل في حاجة ويسيبها، بعدين يشتغل في حاجة مخالفة تماما ليها، أنا عايز أشتغل في البيع، وأول ما يلاقيها متعبة يروح يشتغل موظف مش عارف فين، طب أنا هفتح محل، ويخلي أبوه يدفع دم قلبه، مزبزب. ما هو عشان ما عندوش أصلا اكتشاف لذاته، يكتشفها بقى إزاي؟ هرجع تاني وأقول لك نفس المشكلة، إن لازم البيت والمدرسة هما الاتنين مع بعض، زمان كان في حصص بتتاخد للولاد، حاجة زي التدبير المنزلي، حاجة زي الأنشطة الرياضية، حاجة مش عارف إيه، ففي مدرس يكتشف إن في موهبة، حصة زراعة وحصة صناعة في الموسيقى، بنلاقي في ولاد بيعزفوا موسيقى جيدة. تعالوا نكتشف نفسنا الأول، الاكتشاف ده بياخد شوية وقت. ساعات الكنيسة بتلعب دور، وساعات في مدارس الأحد أستطيع اكتشاف صوت جميل بيرنم بصوت حلو قوي، ساعتها ممكن إن احنا نكتشف موهبة هنا. إذن احنا كل المؤسسات بتشتغل مع بعض، يبقى أول حاجة اكتشاف ذاتهم. اتنين، يكون هناك أب open mind وأم بنفس الطريقة، فتشجع انت هيبقى صوتك حلو، انت هيبقى صوتك حلو، أنا عايز نشوف حد ممكن يكتشفك. طب ايه رأيك إن في معاهد موسيقية ساعات بتعمل شبه دعوة، اللي عايز يجي يا جماعة يسمعنا صوته، اللي بيعرف يعزف على آلة يتفضل يجي، وفي ناس ما بتروحش كتير، يقولك ما هو يعني معقولة، هو يعني حد هياخد باله، هي دي الحكاية برضو، اكتشف ذاتك. طيب عملنا ده، الأب بقى اللي هو عنده ذهن متفتح يطلب من ابنه أهم جزئية، يقول له هتعمل ايه علشان تنجح في ده؟ أنا مش هطول عليك في حتة صغيرة، نجيب محفوظ وهو ده أديب نوبل العظيم، لما أبوه مرة نزل بالليل يدور عليه لأنه كان عنده 9 سنين وكان بيصلي في أحد زوايا الجامع في حي الجمالية، سأل أمه هو نجيب فين يا أم نجيب؟ فقالت له كل يوم بينزل يصلي العشاء وبيتأخر ما بيرجعش إلا بعد 2 ساعة، فنزل يدور عليه لقاه قاعد على عتبة الزاوية ومقعد قدامه 20 و30 طفل من المنطقة. تخيلي بقى، هو لابس جلابيه وكلهم لابسين الجلابيه بتاعت الصلاه ايامها يعني، وقالعين الشباشب وقاعدين على الارض، بيحكي حكايه من دماغه، والحكايه عماله تستمر في الوقت، الاب يختبئ ورا عمود للاناره يسمع وعايز يشوف ابنه بيعمل ايه. وبعد ما نجيب خلص وايه وحس انه اتاخر، يلا بقى لحسن زمان ابويا جه، فجه بسرعه مستعجل عايز يطلع، فلقى ابوه قدامه، قال له أنا آسف يا بابا. قال له أنا آسف على إيه يا ابني؟ أنت جبت القصة دي منين؟ قال له من دماغي. قال له بتعرف تكتبها؟ قال له أنا ما بعرفش أكتب قوي. قال له مليني وأنا أكتبها لك. بص بقى الأب لما استوعب ابنه عمل إيه؟ طبعا. حول ابنه إلى أديب، أديب كبير خد جائزة نوبل. وإحنا اللي كتير بنقضي على أولادنا بدل ما إحنا نساعدهم لما نعرفش نستوعبهم. الوقت مع حضرتك دايما ممتع وبيعدي بسرعة جدا، وحقيقي سعدت باللقاء حضرتك بوجودك معايا النهارده دكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية. صباح الفل على حضرتك. صباح الجميل. بشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقة النهارده، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وصباح جديد معاكم في 9 الصبح، ويومكم جميل.